أولا باستخدام متصفح جوجل كروم أو أي متصفح آخر، هتكتب هنا gmail.com. هتظهر في نتيجة البحث الصفحة دي، توجه إلى في النسخة الإنجليزية create account أو في النسخة العربية إنشاء حساب. ثانيا create your Google account اللي هو في النسخة العربية إنشاء حساب لك على جوجل. هتلاقي البيان الأول first name، هنا في العربي الاسم الأول، last name اللي هو الفاميلي نيم أو اسم العائلة، بعد كده اليوزر نيم اللي هو اسم المستخدم. وهنا هتلاحظ في اليوزر نيم you can use letters, numbers and periods، وده معناه يمكنك استخدام الأحرف والأرقام والنقاط. ملحوظة مهمة لازم نقولها في اليوزر نيم أو اسم المستخدم، إنه سواء في النسخة العربية أو الإنجليزية لا يكتب إلا بالإنجليزية. عشان كده أنا دايما بنصحك إنك تملى الابليكيشن ده بالإنجليش مش بالعربي. بعد كده الباسورد confirm password، يبقى في كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور، يبقى هنا كلمة المرور هتكتبها مرتين. وهنا هنلاحظ في كلمة المرور use 8 or more characters with a mix of letters, numbers and symbols، يعني استخدم 8 أحرف، يبقى ما يقلش كلمة المرور عن 8 أحرف، وممكن تستخدم مزيج من الأحرف والأرقام والرموز. بعد كده تضغط next في النسخة الإنجليزية أو التالي في النسخة العربية. بعد ما ضغطنا على next هتظهر الصفحة دي اللي ضروري تستكمل فيها بياناتك اللي عرقصها your phone numbers. أنا بنصحك قوي إنك تكتب real phone number، رقم الموبايل فون بتاعك الحقيقي، لأن ده هيساعدك على استرداد اليوزر نيم والباسورد سواء في حالة ضياعه أو في حالة نسيانه. ثم اضغط next أو التالي. وهنا بقى هتظهر رسالة الفيريفيكيشن verifying your phone number أو إثبات ملكية رقم هاتفك، إن هو يخصك كوسيلة من وسائل التأمين. مش قلتلك إيميلك هويتك شخصيتك؟ هنا لازم تتأكد من رقم تليفونك وتضغط. بعد كده recovery email address، وده optional برضو، يعني لو عندك email address تاني المفروض ان حضرتك تكتبه عشان لما تفقد او تعوز تغير اليوزر نيم والباسورد ينبعت لك الconfirmation على الايميل تاني. بعد كده birthday يعني الشهر اليوم السنة month day year. بعد كده الجندر يعني الجنس، يعني ميل اور فيميل. وباي ذا واي معلوماتك الشخصية خاصة وآمنة، فأرجوك وانت منصوح انك تكتب البيانات الحقيقية، لان زي ما قلنا ايميلك هو هويتك وهو شخصيتك وهو عنوانك. بعد كده هتضغط next. وهنا بقى هتظهر صفحة الخصوصية والبنود وprivacy and terms، وده بالانجليش المطلوب منك ايه؟ I agree بالانجليش او اوافق بالعربي. هنا بقى هتظهر التوكيل الرئيس للايميل ادرس او الايميل اكاونت بتاعك اللي منه ايه؟ انبوكس يعني البريد الوارد، كومبوز لما تحب تبعت ايميل. هنا اقول لك congratulations you've got mail.